السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم أعزائي الطلبة والطالبات من جديد، وبنستكمل مع بعض Direct and Reported Speech. والنهاردة معادنا مع الجملة الأمرية أو جملة الطلب أو جملة النصيحة. طبعا شرحنا في الفيديوين السابقين الجملة الخبرية Statement والجملة الاستفهامية اللي هي Question. النهاردة هنركز على جملة Order, Request and Advice. طبعا دي أسهلهم بإذن الله، فيش فيها مشكلة، ولكن بقول لك قبل ما تتفرج على الفيديو ده لازم تكون متفرج على الفيديوهين اللي فاتوا كويس جدا جدا. الجملة الأمرية أو جملة الطلب أو النصيحة عند تحويلها إلى غير مباشر بنتبع الآتي: بيتحول فعل القول إلى said to أو said، تحول إلى asked أو ordered أو told أو advised، أي واحدة منهم. طيب هنركز كده معايا، احنا عندنا الجملة الأمرية في أمر مثبت وفي أمر منفي. الأمر المثبت هو اللي بيبدأ بإيه؟ بمصدر فعل، زي ما أقول لك كده افتح الشباك يبقى open the window، عايز أقول لك إيه في الباب close the door. طيب قف stand up، طب ما تقفش don't stand up، اجلس sit down، طب لا تجلس don't sit down، وهكذا. يبقى الجملة الأمرية بتبدأ بمصدر فعل على طول بدون إضافات بالإنفينيتيف، أو لو هي جملة منفية تبدأ بـ don't. طيب لو هي جملة مثبتة نربط الجملة المثبتة بـ to، ولو هي جملة منفية نربط الجملة المنفية طبعا بـ not to ثم مصدر الفعل. مفيش عندنا مشكلة هنا، هنا أسهل حاجة إن هي مصدر الفعل، لكن في الخبرية والاستفهامية حول من مضارع لماضي واعمل مش عارف إيه، لا هنا سهلة جدا. جملة استفهامية سؤال بهل اربط بإف أو وذر، سؤال بأداة استفهام اربط بنفس أداة الاستفهام، لا هنا يا إما to يا إما not to. شكل الجملة بيكون كده زي جدول الفاعل told أو asked، المفعول to لو مثبت not to، وبعدهم مصدر الفعل. شوف المثال كده: draw pictures، ارسم صور of some animals لبعض الحيوانات. نادية said to هالة، عايزين نبدأ الجملة بنادية told هالة، نادية told هالة، ركز بقى معايا كده، يبقى نادية told هالة to، نربط بتو ليه؟ عشان الجملة بدأ بإيه؟ بالمصدر. ها to draw pictures of some animals، نفس الجملة draw pictures of some، بس كده بس كده فيش اي مشكلة، نفس الجملة ولكن حطينا ايه to وخلاص. طيب المثال الثاني نمبر 2: سلمى said to her father، سلمى بتقول لوالدها take me to the zoo، خدني معاك لحديقة الحيوان. ابدأ الجملة كده بسلمى asked، يبقى سلمى asked her father، said to تحولت لasked. هنا مفيش حاجة، يعني ايه مفيش don't، يعني اربط بايه؟ ب to. take me to the zoo، take her عشان بنقل كلامها to the zoo، كمل الجملة للآخر مفيش مشكلة. clean the floor، المثال الثالث: clean the floor when you finish the cooking please، mother asked Ines، mother كانت بتقول الكلام ده لإناس، يبقى mother asked Ines to، ليه to؟ ما احنا قلنا بدأ بايه؟ بمصدر الفعل، يبقى to clean، يبقى clean زي ما هي بس حط قبلها ايه to. clean the floor when you تبقى she، ها finish تبقى في الماضي finished، when she finished the cooking. مثال سهل جدا وبسيط مفيش في اي مشكلة. طيب يبقى الجملة الامرية المثبتة بنربط to، والمنفية بنربط ها don't، تتحول ليه؟ ل not. طيب ركز معايا كده في الأمثلة كمان، ركز معايا كده في نمبر 4، المثال اللي هو نمبر 4: don't be noisy، ما تبقيش مزعجة، هشام said to دينا، يبقى هشام told دينا، عايزين نبدأ بهشام told دينا، يبقى هشام told دينا not to be noisy. ايه اللي حصل في الجملة؟ عندنا هنا don't تحولت الى ايه؟ not to، برافو. وست تو تحولت لايه؟ لتولد، وبي نويز زي ما هي، بي نويز زي ما هي. 5 ذا تيشر سيد تو مي، المدرس بيقول لي dont forget your book، ما تنساش كتابك. ابدا جمله كده ذا تيشر اوردرد مي، يبقى سيد تو تحولت لايه؟ اوردرد، برافو. ودونت تحولت نوت تو، فورجيت يور تحولت لماي. على فكرة بقت سهلة جدا، انا حاسس ان في ناس بتردد معايا، يبقى الجملة تبقى the teacher ordered me not to forget my book. اخر مثال معانا في المثال الجملة الامرية: my teacher said، مدرس بيقول
study hard ذاكر بجد and don't be lazy ما تبقاش كسول تنامش على نفسك كده في قلب الفصل تستنى كده المدرس يبص على السبورة وتقوم ساحب سندوتش من ورا كده بقاش همك على بطنك ركز كده معايا يبقى my teacher advised me نصحني يبقى سيري اتحولت لايه advised عندي study هنا مفيش قبلها don't يبقى نربط بايه to study برافو to المصدر to study hard and don't تحول لايه not to be lazy جملة مثبتة هي وجملة منفية عشان تبقى لخصت معانا الجملة الأمرية وجملة الطلب وجملة النصيحة بكده بإذن الله نكون خلصنا شرح المباشر وغير المباشر في 3 فيديوهات ورا بعض عايزك تركز عليهم عايزك تركز فيهم كويس جدا مباشر وغير مباشر سهل جدا بس أهمية دراسة الأزمنة انت لو ما انتش عارف الجملة دي في زمن ايه هتبقى قاعد مش عارف انت رايح فين او هتبدأ ازاي الانجليش يا جماعة بيعتمد على الفهم والحفظ الاتنين مع بعض بيكملوا بعض حافظ كلمات كتيرة بس ما انتش فاهم الجرامر هتتعامل ازاي طب انت بتفهم في القواعد كويس وما شاء الله ربنا رزقك الفهم بس انت مش حافظ كلمات هيبقى عندك برضو نفس الايه نفس المشكلة اتمنى نكون وفقنا في شرح الـ direct والreport speech thanks for watching لو في عندك اي تعليق او اي سؤال سيبولي تحت في التعليق نتواصل مع بعض حبايبي thanks for watching goodbye لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله